فنعيش مع قارئ الإذاعة والتلفزيون فضيلة الشيخ عبد الناصر حارث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. إن شاء الله عليك. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب. ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة إن شاء الله هيك. أنه من عمل منكم سوء الله يفتح عليك. وكذلك نفصل الآيات الله.
وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. لا إله إلا الله. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. قل لا قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. ما عندي ما تستعجلون به. لا إله إلا الله. ما قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. ما شاء الله عليك يا صاحب الفن والأدب. والله أعلم بالظالمين. نعم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الله. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها
ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. جميل. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. جميل والله. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا.
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. افتح عليك يا دكتور. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صدق الله خالقنا العظيم وبلغ رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب صادق سليم. عشنا أيها الإخوة الأحباب في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك القارئ بالإذاعة والتلفزيون هنا في مسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها وعن آل البيت أجمعين وأرضاهم.